المجدي هي مناسبة أليمة ولكن لا مراد لقضاء الله وقدره في هذا المصاب الجليل. نحيي الله نحيي هذه الذكرى ونطلب من الله عز وجل أن يرحم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب هذه الخطوات التي خطبناها آنفا في نور صحيفة الشكر. اشترك الآن في قناة آش واقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. آش واقع تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.